تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. هعمل معاكم وصفه لذيذه جدا جدا الشعريه بتاعتنا اللي بنحبها كلنا، نعملها كده بالسكر واللبن والقشطه حكايه. تعالوا نشوف مقادير. عندي شعريه، الشعريه متحمصه ومسلوقه، عندي كمان القرفه، عندنا سكر بودره، زبده، سمنه بلدي، لبن، كريمه، قشطه كريمي، فستق مقشر. هحط حته صغيره، مش هنكتر، من السمنه، مع ان هي الوصفه دي بقى بتبقى عايزه السمنه والزبده والقشطه، بقى عايزه الايه كله بقى مع بعض. عارفين بقى كمان الوصفه دي لو انا جالي حد من مثلا ضيوف فجاه وانا ما عنديش حاجه اعملها، ما عنديش اي حاجه حلوه اقدمها، في ثانيه حمصي شويه شعريه وحطيها في البتاع، بتاخدش 7-8 دقايق بالكتير قوي قوي تتسلق ده، يعني لو اخدت وتقومي حطاها كده هنا معانا. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى، شوفوا 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 كده بقى، نقلبها مع بعض كده مع السمنة ونحط عليها شوية قرفة، رشة القرفة الجميلة دي، ونحط معاها رشة السكر، وتتاكل كده، مش محتاجة ازود معاها حاجة خالص. بس في ناس بقى بتحبها باللبن، انا احبها كده قوي قوي سكر، وزي الكسكسي كده انا اكلها كده، وايه ومحدش يقول لي الله اهو كده. وبعدين هجيب الكريمه، هنزل عليها كده بالكريمه، شوفوا 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 كده اهو، شايفين؟ اوبا، حاجة حكاية. شوية لبن بس كده، وهسيبها بقى تاخد بس يعني تاتش سخونة كده مع بعض.